بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان نحييكم أجمل تحية، ومن ملعب المدينة الدولي من العاصمة العراقية بغداد، مباراة اليوم منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم يفتتح مشواره في منافسات النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا. هنا بسم الله بني هاني يتقدم، رزق يمتلك السرعة، يلعب تمريرة جميلة باتجاه سيف درويش إلى أمين، أمين وتسديدة من أمين. لاعب أربيل الأشكال الأساسية كميل سعد ليد ستار السويسري وعلي الموسوي كوبنهاجن الدنماركي، وهنا محاولة منتخب الأولمبي خطيرة خطيرة بلند حسن يسجل لمنتخب الأولمبي. الله على بلند حسن، هدف أول العراق يسجل في مرمى المنتخب الأردني. منتخبنا العراقي في الفرصة الوحيدة لمنتخبنا على مرمى المنتخب الأردني، يستغل اللاعب بلند حسن ليسجل أول أهداف المباراة لمنتخبنا الأولمبي على حساب المنتخب الأردني. الله على بلند يحضر داخل منطقة الجزاء ويسدد على يسار حارس المرمى أحمد جعيدي ليعلن منتخبنا الأولمبي افتتاح التسجيل على حساب المنتخب الأردني أمام فرحة الجماهير العراقية وفرحة بلند حسن ابن العراق، يسجل للعراق أول أهداف المباراة في مرمى المنتخب الأردني. لاحظ منتظر والعمل الكبير من منتظر، وهذا هو المنتظر. هنا من أمام دانييل عفانة شاهد الإعادة، تقدم من منتظر أمام ثلاث لاعبين، استطاع بلند أن يستلم الكرة ويسدد بهذه البراعة، هدف أول للمنتخب العراقي يفتتح التسجيل في هذه المباراة. المنتخب الأردني وركلة جزاء والحذر من أمين الشناينة، ركلة جزاء يحتسبها الحكم السعودي فيصل البلوي في أقل من دقيقتين، يعني العراق سجل ولكن يسجل التعادل. أمس يتألق حارس مرمان الحارس كميل سعد لإنقاذ المرمى، وهنا يتقدم ويسجل هدف التعادل، هدف تعادل للمنتخب الأردني عن طريق اللاعب محمد أبو النادي، ويضع الكرة على يمين الحارس كميل سعد، وهدف تعادل للأردن، هدف تعادل للأردن، هدف تعادل للأردن بعد أقل من دقيقتين. المنتخب قادر على العودة، يمتلك كل شيء، وشاهد هنا أبو النادي يضعها على يمين الحارس كميل، وكميل ذهب إلى الجهة اليسرى والكرة إلى الجهة اليمنى. جميلة أداء طيب، لكن كرة هناك على الطرف الأيمن، الموسوي يلقي الكرة الأمام إلى نهاد داخل منطقة الجزاء، حسين عبد الله يسجل هدف ثاني، روعة الهدف. الله 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 على منتخبنا الأولمبي، الله على العراق في هذه المباراة، الله على هدف ثاني، على هدف ثاني حسين لاوندي يسجل لمنتخبنا الأولمبي برأسية لا تصد ولا ترد، صعبة على حارس المرمى للمنتخب الأردني. لاحظ العمل من نهاد، نهاد محمد يحكس كرة داخل منطقة الجزاء، وهب عن طريق اللاعب حسين لاوندي يسكنها براسه في مرمى المنتخب الأردني ليسجل ثاني الأهداف لمنتخبنا الأولمبي. الله على هدف ثاني، على هدف ملعوب، على هدف جميل، على رأسية رائعة عن طريق اللاعب حسين لاوندي لحساب المجموعة الأولى. كرة يتناقلها لاعبي المنتخب الأردني، المنتخب الأردني حتى الآن ما بين منتخبنا والمنتخب الأردني. لاحظ التسديدة من بغداد السلام، بغداد المحبة، كرة تنقل الأمام منتخبنا الأولمبي، ممكن ثالث. الله 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 الله، رجوة مرت لحارس المرمى، هاجم منذ بداية الشوط الثاني، هذا الريالات ومحاولة على التسديد، هدف تعادل، هدف تعادل للمنتخب الأردني، هدف تعادل، هي دخلت للمرمى منذ البداية، منذ البداية، وفرحة لاعبي المنتخب الأردني بهدف التعادل. الدقيقة 50 المنتخب الأردني يعدل النتيجة بخطأ لحارس مرمى منتخبنا الأولمبي كميل سعد، يخطئ حارس مرمى منتخبنا توقيت هذه الكرة
وبالتالي حكم المنتخب الأردني يسجل هدف تعادل في مرمى المنتخب العراقي. لاحظ الإعادة، وهذا اللاعب محمد أبو النادي هو اللي سجل الهدف الأول، الآن يدرك هدف التعادل. لاحظ هي دخلت الشباك، دخلت المرمى، دخلت المدل للمنتخب الأردني، هدف تعادل للمنتخب الأردني في مرمى جزاء لمنتخبنا الأولمبي. عملية الإبعاد من المنتخب الأردني، يحاول أن يهاجم بقوة، يحاول أن يصل إلى هدف ثالث، هدف ثالث، لكن الحارس كوميل، الحارس كوميل، كوميل وأيضا النقل المباشر على قنوات شبكة الإعلام العراقي، القناة الإخبارية وعلى قناة العامة أيضا النقل المباشر لهذا اللقاء. كانت مجموعة تلعب في كربلاء ومجموعة تلعب في أربيل. المنتخب الأردني يحاول أن يهاجم بقوة، يحاول أن يصل إلى هدف ثالث، هدف